سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. بعد نشر صور المعتقلين السوريين اللي ماتوا تحت التعذيب بالسجون السورية واللي انعرفت على مستوى العالم بصور سيزر، اجتمع عدد من الأهالي السوريين على نفس الوجع وقرروا مشانهم ومشان أولادهم اللي ماتوا بالمعتقلات ومشان السوريين إنهم يأسسوا منظمة مدنية غير ربحية لمتابعة هالملف، وحملت هالمنظمة اسم رابطة عائلات ضحايا قيصر. تأسست رابطة عائلات قيصر بالتعاون والمساندة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM ومركز توثيق الانتهاكات VDC، وحددت لنفسها مجموعة من الأهداف ضمنها تسليط الضوء على مأساة المعتقلين والمفقودين بسجون ومعتقلات النظام السوري وكافة الأطراف الأخرى، والعمل على وقف تعذيب وقتل المعتقلين وإطلاق سراحهم. من أهم أهدافهم تسليم رفات الضحايا وإعادة الدفن بشكل لائق بيحترم الكرامة الإنسانية ومشاعر أهالي الضحايا وفق شعائرهم الخاصة، وتأمين الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لعائلات الضحايا ومساعدتهم على تجاوز آثار الجريمة وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم، المساهمة بإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً والمختطفين وكشف مصير المفقودين. ضمان عدم الإفلات من العقاب وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة لدعم مسار العدالة الانتقالية القائم على أسس الحقيقة والمحاسبة والإنصاف والمساهمة بصنع سلام حقيقي مستدام بسوريا قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان. بتدعو الرابطة كافة ضحايا التعذيب بسوريا وعائلاتهم أنهم ينضموا إلهم ليمشوا مع بعض مسيرة العدالة الطويلة وليكونوا سند ودعم لبعضهم البعض بهالمرحلة، وبيأكدوا وبيتعهدوا أن رابطة عائلات قيصر ما رح تتردد بأن تدق كل أبواب العدالة الممكنة بأي مكان بالعالم، وأنها رح تستمر بدعم جهود عائلات الضحايا وربطها والتشبيك معها وين ما كانت لحتى تتحقق الأهداف وترجع الحقوق لأصحابها وينالوا المجرمين العقاب اللي بيستاهلوا. إذا حابين تعرفوا أكثر عن الرابطة فيكن تزوروا موقعها على الإنترنت وتدعموها بالشكل اللي بتشوفوه مناسب، لنبقى لبعض سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.